كل التوفيق وربنا يوفق. انا خش بقى على خط يعني خط الدفاع. خط الدفاع الاثنين اللي في القلب طبعا وائل هو برضو عدم وجود غير اثنين يعني هو يعني راجل واخد اثنين بس واخد شريف واخد نجيب وجمعه بس هم دول خلايا الدفاع ده باين هو انتوا الاثنين هتلعبوا يا جماعه مفيش منافسه بالظبط يعني هو بالظبط كده هو خلاص هو واضح ان وائل ونجيب يعني ان كان ممكن فك ان ممكن فتحي يدخل في المكان ده مثلا يعني انا هو مش هيدخل انا عايز اقول لك حاجه لما يبقى وائل ونجيب وهيلعب فتحي وسيد مثلا تمام ده بتاع النادي الاهلي دفاع النادي الاهلي او شديد دفاع النادي الاهلي انت شايف دفاع النادي الاهلي على مستوى مثلا افريقيا دفاع قوي دفاع جيد لدرجه انه يلعب منتخب مصر كله بالكامل ما هي الموضوع ما بيقاس بالشكل ده يعني لو تفتكر قبل كده مثلا احنا في البطولات الافريقيه او في الماتشات اللي هي او في الماتشات اللي كانت بتبقى كبيره احنا كنا بنلعب مثلا 4-4-2 تيجي في الماتشات الثقيله تلعب 5 تروح حاطط ليبر ليه؟ لان انا شايف ان امكانياتي ما تمشيش الا كده وده مش عيب يعني يعني صح. مش عيب مش هيقول ان احنا رجعنا بقى وخوفنا لا ماشي انا ممكن اخاف ما عنديش مشكله لاني انا لسه عندي جزء تاني من الموضوع مش 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 هو ده مش هو ده النهايه فانا شايف اني انا شايف ان انا بتكلم بس على نقطه اللي هو يعني الاربعه دول دفاع النادي غريبه طبعا مش قصدي ان هو يعني ممكن يبقى النادي الاهلي احسن فرقه مثلا في مصر بس هل الدفاع نفسه هو جديد هو يكون هو الدفاع بالظبط بتاع منتخب مصر هل اللي شفناه في توت افريقيا مثلا من اخطاء او مش بص شايف أنا ان هم دول احسن اربعه حاليا انا شايف ان مش هو ده مش هو ده المقياس يعني هي جت صدفه كده يعني هي جت صدفه طبعا ان يكون هو ديفنس النادي الاهلي هو اللي موجود الاربعه اللي بيلعبوا هم اللي يكونوا موجودين بس خلي بالك انت عندك احمد شيدي ان هو مثلا اللي هيلعب هو قناعات هو راجل ممكن يلعب لكن هو انت ولدي وجهه نظرك ان هو يلعب لا انا متوقع أعتقد ان هو يلعب اعتقد لكن مش دي وجهه نظرك انت اعتقد ان شديد هو اللي هيبدا انما في الاهلي اللي بيلعب سيد معوض طبعا اساس ايه انك تقول شديد ممكن يلعب انا قناعتي انا مين اللي يلعب اللي يلعب عبد الشافي طبعا عبد الشافي طبعا هو يعني واحد ثالث خالص غير الاثنين دول طبعا يعني انا شايف ان عبد الشافي شايف بشكل كويس من اللعيبه المميزه جدا جدا في نادي الزمالك قوي سريع هو مع مستر كده ان هو انطوائي في يعني مع نفسه كده يعني هو انما هو لعيب مميز طبعا ولازم يبقى ليه دور كبير مع المنتخب لعيب جيد جدا فما اعرفش ليه مستر برادلي مستبعده دايما من حساباته فانا يعني انا هي الموضوع جه كده انما خلينا نتكلم يعني شايف الاربعه دول هم الاقوى حاليا من وجهه نظر مستر برادلي لكن مش من وجهه نظرك لا مش هم الاقوى ما انت ما عندكش بدائل يعني هو راجل كمان حاجه بتقول عبد الشافي هو راجل عبد الشافي لا طبعا انا بقول لك من وجهه نظري ان عبد الشافي هو اللي يلعب يعني مش 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 في ناس بتقول مثلا ممكن فتحي يلعب باك سيرد باك مكان جنب وائل ما ده ما ده اللي انا بقول لك يعني اللي انا بقول لك ممكن من الجايز ان فتحي ممكن يكون ده فكر انما انا اقصد ان الحته اللي عندك دي في القلب هي دي اللي فيها مشكله وعشان كده انا قلت لك مش عيب ان احنا نلعب بليبر لحد ما نشوف شكل الماتش ونشوف الدنيا ماشيه ازاي انا ممكن العب بليبر مثلا حسام غالي لو هو راجل مثلا بيفكر ان هو يلعب حسام غالي ومع الوقت يا اما اخليه ينط على نص الملعب يا اما انا لو انا شايف المباراه صعبه بالنسبه لي خلي. عشان القلب اخليه موجود خلي بالك اصلا على فكره واضح انا كنت مع كابتن ضياء بنتقلها يميل للسكه دي شويه ما انا بقول لك ده كله وجهات نظر في الاول وفي الاخر انما انا خليني اقول لك ان الاربعه دول في البطولات الافريقيه تختلف تماما عن الماتشات الكبيره او عن الماتشات المنتخب غانا لسه عايشه على امل ان هي كسبتنا 3 في الامارات وكان الدنيا برده كانت يعني كان مباراه من المباريات الصعبه جدا جدا اللي احنا اديناها بشكل سيء جدا المنتخب وماتش كوت ديفوار لما خسرنا فيه برده تقريبا 4-1 فانا اقصد ان هنا مش عيب ان انا أأمن خطي هنا مش تقليلا من امكانيات اللعيبه اللي معايا بس انا شايف اني لا مع السرعات مش عيب ان انا انزل العب بليبرو ومفيش فيها مشكله خالص ولو تفتكر ان ماتشات كتير قوي المنتخب كنا نلعب 4-4-2 وفي ماتشات صعبه كنا بنرجع نلعب بليبر ومفيش اي مشكله ولو لقيته سهل هاني كان بيزيد في النص بالظبط كده لقينا الماتش سهل خلاص بيطلع هاني يلعب في نص الملعب ويبقى يزودنا في نص الملعب مفيش اي مشكله خالص طيب وسط الملعب يعني برضه وسط الملعب بيلعب اثنين ولا يلعب ثلاثه عندنا 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 وسط الملعب انا شايف ان هو ان شاء الله هيبقى قوي حسني يعني ممكن يبتدي الماتش ده ولا هيبقى صعب لا صعب ان حسني يبدا لان حسني كمان الراجل واضح ان هو يعني مش عايزه بيحبه لكن هو بيحبه جدا طبعا يعني بشكل كبير هو في ناس راجل